مرحبا بك زميلي احمد شريف المختار، وتحيه طيبه لكم مشاهدينا الكرام، والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابته الطيبين. بدايه نشرتنا المسائيه هذه من بطوله الناشئين، حيث تمكن ناشئو فريق افسن وذبو من التاهل للادوار النهائيه للبطوله الوطنيه للناشئين اقل من 17 سنه من المقرره اقامه مراحلها النهائيه خلال نهايه الاسبوع الاول من السنه المقبله وفق جدة البطولة الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم. وكان ناشئو النادي البرتقالي قد تأهلوا إلى ذات الأدوار الموسم الماضي ممثلين لولاية داخل وذبو، حيث وصلوا إلى المباراة النهائية ليواجهوا فريق زمزم الذي تمكن من الإطاحة بهم ليتوج بلقب البطولة. وكانت أربع فرق قد تأهلت عن منطقة نواكشوط إلى ذات الأدوار النهائية من البطولة، هي فرق الوئام، الإكسار، دار النعيم، وتجكجا. قال مدرب نادي افسن وذبو التونسي يامان الزلفاني ان الخساره خساره ناديه امام فريق تفرق سينا ضمن الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه لانديه الدرجه الاولى بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف كانت بسبب اخطاء في التواصل بين لاعبي خط الدفاع اضافه الى بعض الاخطاء الفرديه، موضحا ان الخساره كلفت ناديه التنازل عن الصداره لكنه لم ولن يتنازل عن درع البطوله، خاصه يضيف زلفاني أن البطولة لا تزال في مراحلها الأولى ونحن سنواصل العمل الذي بدأناه مع الفريق وحتى تحقيق الهدف المشهود من طرف إدارة النادي وجماهيره، وهو التتويج بلقب الموسم الحالي من البطولة الوطنية لأندية القسم الأول. زلفاني من أكد أيضا ثقته التامة في قدرة النادي على العودة إلى الصدارة من جديد، خاصة أن الفارق بينه والمتصدر لا يتجاوز نقطتين. أما المدرب المخضرم وشيخ مدربي كرة القدم الوطنية بيراما جاي مدرب نادي تفرق زينة المتصدر وبطل الدوري في نسخته الماضية، فقد أوضح أن ناديه يسير على الطريق الصحيح نحو المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه يعمل خلال المباراة وقد عمل خلال المباراة الأخيرة للفريق المتصدر السابق لفرق البطولة أمام هذا النادي المتصدر السابق لفرق البطولة نادي افسن وذبو، عمل على استعادة مركز الصدارة وهو ما نجح في تحقيقه، مؤكدا أن فريق تفرق زينة يمتلك استراتيجية فنية واضحة واضحة المعالم تعتمد على اللعب الجماعي وروح الفريق والضغط على حامل الكرة والسيطرة على وسط الميدان وامتصاص حماسة واندفاع الخصم. هذا يوضح بيراما جاي هو فلسفتي مع الفريق وهي خطة تحقق حتى الآن نتائج إيجابية، مضيفا أن لديه لاعبين من بينهم أصحاب خبرة وآخرون شباب يمتلكون الموهبة في توليفة يعتقد أنها قادرة على كسب اللقب من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش اليوم كان ماتش كابيتال، جينا كونسنتري نعرفوا لبي نقلبوا والله زاد اون بير با ايسي، والحمد لله وفقنا مولانا بجهود اللاعبين جهود الطاقم والانترنر، والحمد لله كما شافت الناس كامله سي فيكتوار ميريتي الحمد لله. إذا كان ذلك هو لاعب ارتكاز نادي تفرق زينة تقي الله الدنة الذي أكد كما سمعت أن ناديه استحق الفوز الذي حققه في نهاية كلاسيكو الجولة التاسعة من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى أمام نادي افسن وذبو، وذلك بفضل الطاقم الفني وكذلك اللاعبين. ونختم نشرتنا الرياضية لهذا اليوم مشاهدينا الكرام بخبر محترفي المنتخب الوطني بالخارج، حيث منح لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون إسماعيل جاكيتي الفوز لزملائه بنادي الفيحاء السعودي بعد تسجيله لهدف جميل عن طريق رأسية استقرت في شباك ضيفه نادي الدرعية ضمن منافسات الأسبوع 16 لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم. نهاية نشرتنا الرياضية لهذا المساء، العودة من جديد إلى الزميل أحمد شريف المختار.